السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد مليان افكار كتير جدا هتعجبكم. صلوا كده على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، واوعوا تنسوا تقولوا لي بتشاهدوني من اي بلد، طبعا شيء بيسعدني جدا. واهلا وسهلا بكل المتابعين وحبايبي اللي موجودين معايا في القناة. تعالوا بقى نبدأ النهاردة ونشوف اول فكرة معانا ايه هي. لما تيجي تكوي القمصان بتاعت زوجك او البلوزات بتاعتك ما تكويهاش بالشكل ده، ما ينفعش خالص ان انت تكويها بالطريقه دي كده على طول. لو البلوزه او القميص فيه زراير من قدام بالشكل ده، تعالي اقولك ازاي تتغاضي عن المشكله دي بكل سهوله، والزراير بتاعت القميص او البلوزه يتفردوا معاكي ويبقوا حلوين جدا. اول حاجه هتعمليها ان انت هتجيبي فوطه وتفرديها على الترابيزه بتاعت المكوى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. لازم تكون فوطه علشان الزراير اللي انت هتكويها تغرز كده جواها وتقدري بسهوله تكوي باقي القميص زي ما انت شايفه كده. قلبته بقى الاول على، يعني قلبت الزراير على وشها على الفوطه بالشكل ده، وبتبداي ان انت تكوي بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده. هي دي الكاويه المظبوطه اللي هتطلع لك القميص مظبوط جدا معاكي، والقماش اللي حوالين الزراير مكوي جدا زي ما انت شايفه كده. دي المكوه المظبوطه لاي بلوزه او اي قميص فيه زراير. بجد الفكره دي تحفه جدا، ريحتني كتير، على طول انا بعتمدها. زي ما انتوا شايفين الزراير واللي حوالين منها كلها بقى زي المسطره. تعالوا مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. انت تعرفي ان التباشير ده مش لكتابة السبورة بس، بجد الفكرة دي عجبتني جدا وبقالي كده فترة بجربها وجابت نتيجة هايلة جدا معايا. هتجيبي كده منديل مبلل وتبدأي، لو ما عندكيش مناديل مبللة ممكن تستبدليها بأي قماشة قطن تكون خفيفة كده وليها فتحات، يعني مثلا زي فالينة داخلية قديمة عندك بتاعت زوجك دي. الحاجات دي طبعا احنا مش بنرميها، بنستغلها أسوأ استغلال. الحاجات اللي زي كده، انا كان عندي منديل مبلل فحطيت كده، كسرت صباع من الطباشير وحطيته جوه المنديل بالشكل ده وهربط عليه كويس جدا. وتعالي اقولك بقى ممكن نستخدمه في ايه، بجد هتحسي بنتيجة هايلة جدا والفرق طبعا هيبان زي ما انت شايفة كده. وهتبدأ ان انت تاخديها كده وتحطيها بقى عند، لو انت مثلا حابة ان انت تخزني بطاطين، او حابة ان انت الدولاب عندك ما يطلعش ريحة مش حلوة، الريحة اللي هي بتبقى ريحة الكمكمة والحاجات اللي زي كده. القطعة الصغيرة جدا من المناديل دي وكمان التباشير بتعمل مفعول السحر لامتصاص اي روايح كريهة. جربي الفكرة دي بجد تحفة جدا هتعجبك. تعالوا كده مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. زي ما انتوا شايفين طبعا دي الاسبونشة، اول ما بنشتريها بيبقى شكلها بالشكل ده كده. الاسبونشة اللي هي بتكون حوالين منها سلك، دي الاسبونشة السلك دي بجد تحفة يا بنات واختراع، بقالي كده حوالي سنة بجربها مش بقدر استغنى عنها خالص. نسيت خالص السلك البلدي اللي احنا بنستخدمه. تعالي بقى اقولك بعمل ايه. طبعا هي موفرة جدا، بتجيبي الاتنين بيبقى في كيسة كده مغلفين مع بعض، بيقعدوا معاكي فترة كبيرة جدا. تعالي بقى ديت واحدة قديمة زي ما انت شايفه، السلك اللي فيها لسه زي ما هو، ما جرالوش اي حاجه. كل المشكله عندي كانت في السفنجه اللي جوه السلك اللي جوه الاسبونشه دي، شلتها طبعا كانت متقطعه ورميتها خالص. وتعالوا بقى مع بعض نعمل لها اعاده تدوير. طول ما هي ماسكه نفسها كده والسلكه اللي حوالين منها نظيفه وحلوه، استخدميها مره واتنين وعشرة وعشرين كمان، مش هتقول لا. طبعا بعد ما فتحتها وطلعت السفنجه اللي جواها كانت مهريه، هبتدي ان انا اخيطها بالشكل ده. بعد ما قلبتها طبعا هبتدي ان انا اخيطها بالشكل ده كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا انا قبل ما اخيطها وابدا فيها شغل انا غسلتها كويس جدا الاول، وشلت السفنجه اللي فيها ونقعتها في شويه ميه وخل حوالي نص ساعه كده وشلتها، نشفتها وبدات ان انا اعمل بيها الفكره دي. هتجيبي بقى كده اي سفنجه تكون عندك وتبداي ان انت تحطيها جوه الاسبونشه بالشكل ده. اي سفنجه عندك او اسبونشه عندك ممكن ان انت تستخدميها للفكره دي. وهخيطها برضو من فوق زي ما انتوا شايفين، رجعت كاني لسه شارياها. لو مش حابه حتى ان انت تستخدميها في المطبخ ممكن تستخدميها للحمام بتاعك، ايا كان هتستخدميها في ايه هتحسي ان انتي اول مره تطلعي السفنجه دي من الكيسه بتاعتها. زي ما انت شايفه الاسبونشه بقت معايا حلوه جدا، بتقدري ان انتي تستخدميها بقى في اي مكان انتي حباه، حلوه جدا جدا وبتعيش معاكي فتره كبيره. جربي الفكره دي بجد حلوه وهتعجبك كتير وهتوفر لك كمان كتير جدا. زي ما انت شايفه بقى شكلها عامل ازاي، جربيها. تعالوا بقى مع بعض في الفكره اللي بعد كده. لو انتي عندك تفل من القهوه اوعي ترميه، تعالي هقول لك على فكره حلوه جدا تعملي بيه.
كل مرة تشربي فيها كوباية قهوة ما ترميش التفل بتاعها. انا قلت لكم كذا فكرة قبل كده لتفل القهوة، والفكرة دي كمان بجد تحفة جدا. هتجيبي كده تفل القهوة وتبدأي ان انت تحطي معلقة كده مليانة من كربونات الصوديوم، وبعدين تحطي برضو صابون مواعين، حوالي معلقة كده برضو صابون مواعين، وهتقلبي الخليط ده في بعضه. وهتبتدي ان انت تجيبي برضو يعني حوالي كده ربع كوباية من الخل بالظبط كده، شوية كده من الخل حوالي ربع كوباية. وهتبدأي بقى ان انت تقلبي المكونات دي كلها مع بعض كويس جدا. بكده انت عملتي حاجة تحفة جدا جدا، هتوفر لك فلوسك وكمان هتغنيكي عن اي منظفات او اي حاجة انت بتجيبيها. هنقلب كده كويس جدا مع بعض زي ما انت شايفة، وتعالي بقى اقولك هنعمل بيها ايه. بجد الفكرة دي ريحتني كتير ومعنتش بشتري اي منظفات من بره. هتيجي كده عند قاعدة الحمام، لو في بقى اي صفرار او اي تكلسات هتبدأي ان انت تدلقيها جوه الحمام بالشكل ده. لو انت عندك في تكلسات وصفرار كتير في الحمام، يعني هتقفلي القاعدة كده وهتسيبيها حوالي 10 دقايق ولا حاجة، لحد ما الخلطة اللي احنا حطيناها مع بعضيها دي تتفاعل مع اي تكلسات او صفرار موجود في الحمام. ومهما كان الاصفرار او التكلسات اللي موجودة في الحمام دي كتيرة، هتقضي عليها بسهولة جدا. هتبتدي بقى ان انتي تحطي الخلطة دي بالشكل ده كده، وبعد كده تدعكيها كويس جدا بالفرشة بتاعت الحمام بالشكل ده. بكده انتي عملتي منظف هايل جدا للحمام بحاجة انتي كنتي هترميها، ما ضفتيش عليها غير مكونين اتنين بس موجودين في كل بيت وفي كل مكان زي ما انت شايفة كده. بجد الفكرة دي حلوة جدا، وهتغنيك ان انت تشتري اي منظفات من بره. وطبعا الفكرة دي ممكن تستخدميها للبانيو وللحوض وللحمام ولكل مكان في الحمام، وكمان الحنفيات او الخلاطات بتاعة المطبخ، وكمان الحوض بتاع المطبخ الاستانلس. بجد الفكرة دي هايلة جدا، هتساعدك كتير ان انت تنظفي كل حاجة حوالين منك وتخليها بتبرق وزي الفل. جربيها. تعالوا بقى مع بعض على الفكرة اللي بعد كده. عندك بكرة مناديل وكمان معلقة، تعالي هنعمل بيها فكرة بجد تحفة، هتريحك كتير وكمان مش هتشغلك بالك من الموضوع ده. مش هتعملي اي حاجة غير ان انت هتجيبي بكرة المناديل وتبدأي ان انت تحطي المعلقة جواها بالشكل ده. تعالي اقولك بقى احنا بنعمل كده ليه وهنستفاد من الفكرة دي في ايه. هتجيبي كده التليفون بتاعك وهتبدأي ان انت تحطيه فوق المناديل بالشكل ده. بكده انت عملتي حامل للتليفون حلو جدا، ومهما تهزي ولا تحركي فيه عمره ما هيقع من فوق بكرة المناديل زي ما انت شايفة كده، بيكون ثابت جدا. لو حابة انت بقى واقفة في المطبخ او على قاعدة على مكتب او اي حاجة، وحابة ان انت تعملي فكرة بسيطة وسهلة كده لحامل التليفون، اعملي الفكرة دي. تعالوا بقى مع بعض في الفكرة اللي بعد كده. احنا النهاردة هنكوي كده البطاقات بتاعتنا كلها بالمكوى بالشكل ده. طب احنا بنعمل كده ليه؟ تعالي بقى هقولك الفكرة دي بجد تحفة جدا وعجبتني كتير. زي ما انت شايفة كده هتجيبي بقى اي مشمع عندك، عارفين انتوا المشمعات او الشنط اللي بتكون بالشكل ده اللي بنجيب فيها كده الهدوم بتاعتنا، سواء جايبة بقى بجامة جديدة لأولادك او مثلا انت جايبة حاجة جديدة، بنطلون بلوزة اي حاجة، بيكونوا محطوطين في الكياس دي. تعالي كده بقى هاتي قطعة كده صغيرة جدا من الكياس دي، وبجد هنعمل بيها فكرة عبقرية. زي ما انت شايفة كده هنبتدي بقى ان احنا نقص كده قطعة صغيرة جدا من الكيسة دي. انا بقول الكياس دي لازم، الكياس دي ما ينفعش الكياس التانية اللي هي بتاعتنا العادية دي، دي بتبقى عاملة زي المشمع كده وتنفع جدا للفكرة بتاعتنا. هنحط كده بس سجادة او اي حاجة عندنا عشان خاطر السخونية بتاعت المكوى، وهنبتدي ان احنا نحط منديل، وفوق المنديل هنحط المشمع بالشكل ده. هتجيبي كده بقى اي بطاقه او اي حاجه عندك حابه ان انت تغلفيها، وهتعملي الفكره دي فيها زي ما انت شايفه كده، تنيت المشمع على البطاقه بالشكل ده، وهبدا ان انا اكوي اطرافها بالمكوى بالشكل ده. هتتكي طبعا على اطراف البطاقه، اوعي تيجي خالص ناحيه البطاقه بالمكوى، هتتكي على اطراف البطاقه بالشكل ده كده على الكيسه. هتتني طبعا المنديل من تحت ومن فوق، وهتبتدي ان انت تضغطي على المشمع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بالظبط كده، من جميع الجهات زي ما انت شايفة كده، لحد ما تخلي كل الجوانب بتاعت البطاقة زي ما انت شايفة كده. خلي بقى كل الجوانب بتاعت البطاقة بتاعتك تلزق، وكأنك بالظبط وديتيها لأي حد يغلف البطاقة بتاعتك، وغلفتيها في بيتك بكل سهولة.
زي ما انت شايفه كده، اي بقى بطاقه عندك او كارنيه او اي حاجه حابه اللي انت تغلفيه هتغلفيه بكل سهوله بالطريقه دي. هنبتدي بقى ان احنا نقص جميع الاطراف اللي طالعه دي من الكيسه او المشمع اللي احنا عملناه زي ما انت شايفه كده. وبجد انت عملتي تغليف للبطاقه بكل سهوله في البيت. اعتمدي الطريقه دي في اي بطاقه او كارنيه حابه ان انت تجلديه، هتجلديه بكل سهوله زي ما انت شايفه كده. هنسوي بس اطرافها وهتبقى معانا البطاقه شكلها حلو جدا كانك وديتيها بالظبط لحد بره يغلفها زي ما انت شايفه كده. جربي الفكره بجد حلوه جدا، هتحافظ لك على جميع الحاجات اللي موجوده عندك سواء بقى بطايق او كارنيهات او اي حاجه. وطبعا بتسيبي الطرف اللي فوق مفتوح عشان تقدري تفتحي وتقفلي بكل سهوله. لو مثلا بطاقه تومين او اي حاجه بتسيبي الطرف اللي فوق مفتوح، او بطاقة بنكية برضو بتسيب الطرف اللي فوق مفتوح. لو اي حاجة تانية بقى ممكن ان انت بتقفلي جميع الاطراف بتاعها برضو بكل سهولة زي ما انت شايفة كده. بتبدأ ان انت بقى تقفلي الطرف الرابع بكل سهولة لو انت حابة. لو عجبتك بقى الفكرة بتاعتي حطي لايك كده وما تنسيش تتابعيني لو انت لسه ما تابعتنيش. بتمنى افكار النهاردة تكون عجبتكم، بحبكم جدا في الله احلى متابعين. زي ما انت شايفة بجد فكرة حلوة، جربيها وشكرا جدا على مشاهدتك للفيديو.